مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا الصباح، وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده وسن اللقايه تحضر في هذا الصباح وفي هذا المهرجان، مهرجان سيف امير البلاد المفدى. وعلى بركة الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان من مسافة 5 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المندفعة ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء، هنا واضح بشعار هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران يتقدم مع البداية ويقدم لنا واضح الشبل مع الانطلاق الأول. ثاني الأسماء وصل هنا مع ثاني المراكز، سديم بشعار هجن الشحانية، والمشاقب محمد بن خالد العطية يتقدم مع ثاني الأسماء، يقدم لنا سديم. ثالث المراكز وصل القادم مع ثالث الانطلاقات، هناك متوتر لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل القادم الحساس لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع يقدم الحساس مع رابع الأسماء. خامسا القادم فجاج للشيخ محمد بن بطية الحامد ومختار بن أحمد بن عبد الملك في عملية التضمير مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. أعود مع البداية ومع أول الأسماء، أعود مع المقدمة، واضح على الصدارة، واضح على البداية لهجن الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران يتقدم مع البداية مع أول الأسماء ويقدم لنا واضح على الصدارة على رأس حربة هذا الشوط. ثاني الأسماء وصل سديم لهجن الشحانية، والمشاقب محمد بن خالد العطية يتقدم مع ثانية الأسماء ومع مركز الوصافة. ثالث المراكز متوتر لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري المحنك يقدم لنا متوتر مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل الحساس لهجن الشحانية، الصامل فاران بن محمد بن قريع مع رابع الأسماء مع الحساس. خامس الأسماء فجاج للشيخ محمد بن بطيا الحامد ومختار بن أحمد بن عبد الملك في عملية التضمير مع خامس الأسماء وخامس التحديات. لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة، ولكن هناك أسماء وشعارات في الخلف لم يحموا عد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. وأعود مع الصدارة، أعود مع البداية، واضح على الصدارة، واضح على أول الأسماء من بداية الانطلاق وهو متقدم. هذه الأسماء واضح بشعار هجن الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم الشبل مع البداية مع أول الأسماء ويحضر مع واضح. ثاني المراكز وصل القادم مع ثاني الانطلاقات، سديم لهجن الشحانية، المشاقب محمد بن خالد العطية مع ثانية الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز الحساس هجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع يقدم الحساس مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل هنا ملاحظ أول نداء وأول إذاعة الملاحظ لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل يقدم ملاحظ مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل متوتر لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يقدم متوتر مع خامس المراكز، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع البداية والمقدمة، واضح واضح على الصدارة،
واضح لهجن الشحنية. جابر بن سالم بن فران الشبل يحضر ويتواجد مع واضح مع هذا الانطلاق المميز من قبل واضح. واضح لهجن الشحنية مع الصدارة مع التحدي الاول والكيلو متر الاخير والخطير. ثاني الاسماء وصل سديم هجن الشحنية محمد بن خالد العطية ثالث المراكز وصل هناك القادم والمنطلق مع ثالث المراكز ملاحظ لهجن الشحنية جار الله بن محمد بن عقيل ثالث المراكز او رابع الاسماء وصل هنا غياث يتقدم مع رابع الاسماء لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع رابع الاسماء مع غياث ولكن الصدارة والانطلاق الاول سديم غير سديم انطلق لهجن الشحنية محمد بن خالد العطية المشاقب مع الصدارة مع سديم وواضح قادم واضح مع ثانية الاسماء واضح لهجن الشحنية. جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع ثانية الاسماء ولكن سديم مع الفوز سديم مع الانتصار بشعار هجن الشحنية. المشاق محمد بن خالد العطية يتقدم مع سديم بهذا الانطلاق المميز. مشكور يا المشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا سديم بشعار هجن الشحنية الشعار الادعم. تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز سديم ونهني المشاق محمد بن خالد العطية على هذا الفوز على هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل واضح لهجن الشحنية جابر بن سالم بن فران المري. ثالث المراكز وصل قياث لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ورابع المراكز رابع المراكز ملاحظ لهجن الشحنية مع جار الله بن محمد بن عقيل. وخامس الأسماء خامس المراكز وصل وبران للشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعوض بن مبارك بن سعيد المهيري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوز سديم. التوقيت الزمني 7:32 و28 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز وصل مع ثاني الأسماء واضح والتوقيت الزمني 7:34 و14 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني ونهني الشبل جابر بن سالم بن فران. ثالث المراكز وصل ثالث الأسماء قياس لهجن الرياسة والتوقيت الزمن ولحظة وصوله إلى خط النهاية 7:37 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة ونهني محمد.